شكرا جزيلا مكرم حاتم على دعوتكم الكريمه اليوم اشارككم تجربتي، تجربه الرحله والطريق الى ايفرست، اللي اتمنى ان شاء الله يكون فيها ولو شيء يعني المفيد لواحد او اثنين من الحاضرين من ابنائنا الطلبه. شو اقول لكم، الطريق الى ايفرست، طبعا تعرفوا ايفرست هو اعلى قمه جبليه في العالم، ارتفاعها 8848 متر. كيف بدات هذه الرحله؟ حقيقه هذه تقريبا يمكن هذه اخر رساله ارسلها لمدربي اللي دربني يعني عشان اروح ايفرست، وكانت كتب لي يعني رسالة عادية، كانت يوما ما حين تكون الأمور بخير ستنظر إلى الخلف وتشعر بفخر أنك لم تستسلم. الاستسلام وارد جدا في حياتنا، لكن إذا أكملنا الطريق وانتهينا من العمل اللي إحنا يعني نعمله سوف ننظر الخلف وقل الحمد لله أني أنا ما استسلمت وأني أنا كملت في هذا الطريق. كيف بدأ هذا الحلم؟ لأننا في وزارة التربية والتعليم في معنا برنامج اسمه برنامج جلوبال العالمي، فطلعنا في هذا البرنامج نحن مجموعة من الطلبة والمعلمين ورحنا طلعنا جبل كليمنجارو اللي هو أعلى قمة في أفريقيا. كانت الرحلة مش بهدف التسلق والرياضة، كانت بهدف علمي لأن هذا برنامج بيئي، فكنا نجمع البيانات، إن شاء الله بعض الطلبة اللي موجودين اليوم نوديكم هناك. فكنا نجمع البيانات عن الماء والتربة والهواء وإحنا جالسين نطلع الجبل، لكن في الرحلة بعض الطلبة تعبوا وأنا بقيت معهم وما كملت، فما وصلت جبل، ما وصلت إلى قمة كليمنجارو، لكن شعرت وأنا أصعد بأن هناك في شيء يعني بيني وبين الجبال، مع العلم أني قبل هذا ما كنت مسوية أي شيء، بس أروح الجيم أسوي رياضة عادية فقط لا غير. فشعرت انه في الهام معين وصلني، في شيء روحاني بيني وبين الجبال. انتهت قصه كليمنجارو ورجعنا عمان ولم اصعد وشعرت بالحزن، لكن بالنسبه لي كانت الاولويه السلامه للطلبه وليس لهدفي الشخصي اني انا اوصل للقمه. في 2017 ايضا بسبب عملي انا اشتغل كمديره دائره المواطنه في وزاره التربيه والتعليم، فكان نعمل قصص نجاح عمانية مثل اللي الحين جالسين نحكيه ليكم انتم الشباب اليوم، عشان نخبركم انه في عمانيين مثل ذكر الاستاذ رضا فايز الرشيدي او علي الحبسي او خالد السيابي او جوخ الحارثي او عمانيين في كل المجالات نجحوا، لكن ايش اللي هم انهم مثلهم مثلنا ومثلك ومثلك انت، كلنا عمانيين جايين من مختلف مناطق عمان، من الشرقيه ومن الباطنه ومن الرستاق ومن اي مكان، درسوا في مدارس حكوميه عاديه جدا، لكن لان عندهم هوايه ولان عندهم فكر معين ولان عندهم احلام قدروا انهم يرفعوا علم عمان في اماكن مختلفه في هذا العالم. فكنا نكتب قصصهم ليكم عشان يلهموكم. لما جلست مع خالد السيابي اول عماني يتسلق قمه جبل ايفرست يرحمه الله، الهمني انا في نفس الجلسه وهو يحكي لي بعد ما خلص، قلت له خالد حتى انا اريد اطلع ايفرست بس كذا وانا ما اعرف شيء عن الجبال. قال لي انت قدري، شوفوا ما وقف ضدي، ما قال لي صعب وانت بنت وما تقدري ولا ويحتاج لشغل وتدريب، لا، اول كلمه رد عليه قال لي تقدري. رحت البيت وما قدرت اشوف الا مثل هذه الصوره، صورتي وانا في قمه ايفرست ورفع علم عمان، هذه الصوره هي اللي حركتني على مدى سنتين انا اتدرب عشان اوصل لهذه القمه. رسلت له قلت له كابتن خالد انا كنت قاعده وفعلا انا اريد اطلع ايفرست، قال لي طيب خلينا نشوف تدريباتك وايش تسوي. قلت له كل يوم اروح الجيم، ضحك الله يرحمه، قال لي لا لا ايفرست ما يريد جيم، يريد تدريبات ثانيه. وخلال سنتين كان يدربني ويشرف على تدريباتي ويخبرني ايش اسوي وايش ما اسوي. في نفس اليوم اللي شفت المرحوم حطيت صورته على انستغرامي وكتبت عنه، كتبت بعض الاشياء عنه، كان عندي اجتماع مع خالد شخص كذا كذا ونظيره سوف تتسلق ايفرست، بس كذا كانت في نفس اليوم، يعني كان خيال، كان حلم يقظه كان في ذلك الوقت. فبعدها بدأت في التدريب. كيف تتحقق الأحلام؟ مش شيء يعني إحنا نفرح فيه ونستمتع، أي وأنا مع الحلم وأنا أتمنى وأحلم وأروح أنام على الوسادة أنا وحلمي، لا،
أحلام تريد حركة، أحلام تريد نشاط. الحلم بيعذبك، الحلم بيخليك تبكي، الحلم بيخليك تدفع فلوس دم قلبك، الحلم بيخليك تفشل وترجع توقف، الحلم بيعذبك. لكن الأهم مثل ما قلنا إن ما نستسلم. فأنا حلمي تعبني كثير، يعني هذا الحلم الكبير كان حلمي أكبر مني، حلم أكبر من طاقاتي وأكبر من إمكانياتي خاصة الرياضية والجسدية. لكني أنا بدأت شفت في طرق علمية، مثل ما تعمل بحوث في المدرسة، مثل ما تعمل بحث علمي، نفس الفكرة لما تريد تحقق حلمك لازم تبدأ تقرأ، لازم تعرف إيش يعني إيفرست، لازم تعرف إيش يعني انخفاض الضغط القوي، إيش يعني قلة الأكسجين، إيش يعني التدريبات اللي أنا أحتاج لها. ما أروح أتدرب بشكل عشوائي وأقول يلا أروح وأرمي بنفسي في التهلكة، لأن مثل هذه الرياضات خطيرة، إذا أنت ما مستعد لا تعملها لأن ممكن تودي بحياتك. فأنا لازم كانت عندي المعرفة واعتمدت على الخبرة، تدربت كثير لهذا المجال، الالتزام. ما أروح أتدرب يوم وبعدين يومين وأنا تعبانة يلا أريد أنام بعد الدوام، ما فيني بارض، أريد أعمل كذا، أريد أطلع مع أهلي رايحين، لا ما في هالكلام. تلتزم، يعني تلتزم التدريب اللي يفوتني اليوم، اليوم الثاني أعوضه مرتين. التركيز، ما تشتت نفسك بكلام الناس المحبطين مثل ما ذكر المكرم. طبعا كل الناس بدي يقولوا وش بغي الجبال، وكثير من الناس ردوا علي في تويتر وش وازنها طالع على الجبال وسايرة تلحق الهوش، وهذا الكلام كله سمعته، لكن هل هذا طبطني؟ كنت اضحك مثلكم عادي ما اهتم، يعني اقول كل انسان وله فكره وانا عندي فكري وعندي حلمي اللي اريد احققه. تتخذ القرار المناسب. في احيانا لازم نعرف في مواقف لازم نرجع خطوتين ورا عشان ايش؟ ارجع امشي 10 خطوات قدام. وفي احيانا اوقات ما لازم حتى ارجع هالخطوة، لازم اكمل طريقي باستمرار. فلازم اعرف متى لازم اوقف ومتى لازم اكمل، لان هذا بيحدد وصولي للشيء اللي انا اريده لهدفي او لا. طبعا اهم نقطة عدم الاستسلام. هذه صورتنا واحنا جالسين نطلع، تقريبا كنا اكثر من ارتفاع 7000 متر. طبعا لاني انا اعرف ايش اريد، والمرحوم كان يساعدني كثير، فكنت انا اعتمد على نوع رياضات معينه، ما بس اروح النادي وخلاص، لا كنت لازم اجري كثير، وكنت لازم مثلا اسبح كثير، وكنت لازم اعتمد على مسافات الطويله. اول ما بديت اتمرن، اول ما فرحت يعني رايحه اركض، انا ركضت 4 كيلو فرحانه، يعني انا ما احب الجري صراحه، اروح الجيم لكن ما احب اجري ابدا. فليش كنت اجري؟ عشان الرئه تتسع، الرئه تصير اقوى بالجري وبالسباحه، هذيل اهم رياضتين لمثل هذا النوع من المغامرات. تعرفوا كم قبل على سافر ايفرست كم اقصى مده انا قريتها تتوقعوا كم؟ 20 كيلو. لكن تتخيلوا لما وصلت الأربعة كيلو كنت أفكر نفسي أقدر أركض 100 كيلو؟ لا طبعاً، أنا ما أحب الجري، بس ما يعني إنك ما تحب الشيء ما تسويه. أنا فقط ما أحب، أعطوني أي رياضة، كنت أقول أعطوني أي رياضة ثانية بسويها. قال ما نعتمد على الشيء، أنت تريدي شيء مريح، أنت لازم تطلعي أصلاً عن منطقة الراحة اللي أنت عايشة فيها، لازم جسمك يتأقلم مع شيء ما يحب أصلاً يسويه. يعني أنا كنت أسوي شيء وأنا تعبانة، يمكن أنا كنت أجري وأنا أصيح في المراحل، لكن لازم أجري، يعني لازم أكمل. هل أنا كنت متوقعة أن جسمي يمتلك هذه القدرات؟ ما كنت أعرف. هل انت اليوم تتخيل انك مثلا ان شاء الله بعد ما تنتهي الجائزه توقف امام المكرم ويسلمك 1000 ريال ولا 3000 ريال؟ ما تعرف. فليش كيف بتعرف؟ اذا بتحاول. التجربه هي اللي تخلينا نعرف اذا نحن نقدر او ما نقدر. اما اذا جلست مكاني وانا احلم بس وما متحركه من مكاني، عمري ما بوصل لمكاني. التمارين الأساسية مثل ما ذكرتها هي هذه، وطبعاً التمارين الذهنية العقلية هذه أهم شيء. لما كنت أجري تصير لعبة قوية جداً ما بين عقلي وما بين جسمي. طبعاً تعرفوا الجري رياضة صعبة جداً، يعني ركبتك تعورك، قدمك تعورك، كل شيء يألمك وأنت تجري،
ايش كان جسمي يقول؟ وقفي وقفي بس خلاص انا تعورت، وقفي خلاص انا ما اقدر. تخيلوا اني انا اجري مثلا احيانا 8 ساعات، احيانا اجري 100 كيلو سويتها تقريبا في 12 ساعة. شاركت في سباق مال الجبل الاخضر السنة الماضية، هذا يركضوا في الجبل. بدينا من وادي معين عند بركة الموز، وقفت عند الروس بعد فندق قليلة. كان المفروض نخلص عند الحمرة بس للأسف ما قدرت أكمل السباق. قريت 90 كيلو في 25 ساعة بدون توقف، 25 ساعة ما نمت. وين نجري؟ نجري في الجبل الأخضر، تخيلوا كذا كذا تجري. وفي الليل وفي الصبح ما توقف. بدينا 7:30 بالليل وخلصت اليوم الثاني الساعة 9 بالليل، يعني مرت علي يوم كامل وأنا بس في الجبل ولابسين هذه الليتات وخلاص. ليش أنا أجري؟ لأني كنت أشوف إيفرست قدامي. قلت إذا ما قدرت أخلص هذا السباق كيف أنا بوصل قمة إيفرست؟ فكلها هذه الطرق كانت تؤدي يعني بي إلى الحلم. فأنتم إذا تواجهكم مشاق، تواجهكم فشل، يعني أنا فشلت في سباق الجبل وفشلت في كليمنجارو وفشلت في أشياء ثانية، لكن هل هذا يعني أن ما خلاني أوصل وأكمل طريقي؟ لا، الفشل دائما يخلينا نوقف أقوى من السابق. بعض السباقات اللي شاركت فيها وأنا يعني أتدرب حل إيفرست، مثلا في سباق كان في جبل سبحان، ننزل من قمة سبحان إلى البحر 50 كيلو. ماراثون مسقط شاركت فيه مرتين، ماراثون مسافة 42 كيلو. سباق تحدي اسمه سبارتن، سباق القرية الجبلي UTMB، ماراثون مسقط مرة ثانية، سباق حجر، وهكذا. يعني ليش أدخل السباقات؟ عشان أتأكد من قدرتي وين وصلت، لأن في التدريب العادي مالي ما أقدر أتأكد أنا أي مستوى وصلت. فكنت أدخل هذه السباقات عشان أعرف القدرة اللي أنا وصلت لها. هذه كان في سباق ماراثون مسقط. رحت في 2018 جبل اسمه أمد بلم. هذا الجبل يعتبر واحد من أصعب من إيفرست، هذا الجبل لأنه تسلقه يحتاج حبال، يعني أنا مربوطة في هذا الحبل، لو طحت من هذا الحبل 6000 متر تحتي خلاص، يعني ما في مجال. لكن ارتفاعه مش، وأيضا فشلت في هذا الجبل على فكرة، ما وصلت للقمة يعني. لكن كان لازم أروح عشان أتدرب، أعرفنا في الجبال، الملابس، البرد، كيف التعامل مع الضغط الجوي، مع قلة الأكسجين. فرحت لهذا الجبل كجزء من التدريبات. وطبعا اكتشفت عمان الجميلة الرائعة الساحرة من خلال كل هذه المغامرات. يعني رحت أماكن جبال كثيرة ووديان ونزلت في كهوف أثناء تدريباتي، لكن في كل مرة كنت أشوف كيف عمان عظيمة وكيف العمانيين عظماء. لو تشوفوا القرى الجبلية أنا أقول ليش العمانيين رايحين يطلعوا يعيشوا في قمة الجبال؟ يعني أنا في الخميس والجمعة هذا اللي راحت فتحنا مسار جديد من قرية كر جبل شمس، ونزلنا كل من القرية لين وصلنا يصب في وادي السحتان على يومين. لما كنا نمشي كنا نفكر نفسنا نحن أول ناس وصلوا وقطعوا هذا الوادي، لكن كنت أشوف بقايا هذا اللي يسويوها العمانيين عشان يصيدوا مثلا الثعالب ولا عشان يحطوا أغراضهم. يعني في آثار كثيرة تدل أن العماني أصلا مار على هذا المكان، فلأني جالسة سويته وما شيء جديد، أنا بس فتحت المسار يعني ركبت الحبال وضبطنا هذه الأشياء. فهذه الرحلات علمتني أن عمان رائعة وساحرة جدا، يبقى أن نحن نحافظ عليها ونكمل هذه المسيرة بإنجازاتنا ومثل هذه النجاحات اللي إحنا ننتظر الحين أنتم تحققوها. مثل ما قلت معرفة مهمة، يعني مثلا أنتم اليوم إذا تريدوا تشاركوا في واحدة من هذه المجالات ما ينفع فقط الفكرة تكون جاهزة في بالك وبس، لازم تروح تقرأ كتب، لازم تروح تبحث، لازم تروح تتعلم كيف أوصل الدائرة الكهربائية، كيف أنا أستفيد من الطاقة الشمسية. الفكرة اللي في العقل مهمة لكنها ما تتضبط إلا إذا كان في معرفة تدعم الفكرة اللي أنا أريدها. فأنا دخلت في بعض الورش والدورات. ايضا عشان انا اروح اشترك في شركه حال إيفرست لازم تدخل في مع شركه، ولازم ملابس معينه ولازم اغراض كثيره، يعني ما تخلص. هنا لازم نكون منتبهين، يعني لازم انا اعرف ان اي شركه رايحه معها، لازم انت تعرف مين الناس اللي تتعامل معهم، هذا انسان بيساعدك فعلا ولا هذا ما يساعدك، هذا انت يعني وافق فيه
ما واثق، متردد، ما متردد. فدائما اي جهه نلجا لها، سواء انا الجا حشركه ايفرست ولا انتم تلجاوا حكيها تساعدكم في مشاريعكم، لازم تكونوا عارفين حل من تلقوا. ايفرست يمكن يجيكم سؤال من هذا. طبعا هو اعلى قمه في العالم، سمي بايفرست نسبه الى الحاكم البريطاني اللي كان موجود في النيبال في هذاك الوقت. تقدر تطلع ايفرست من النيبال او من الصين، الاثنين يودوك الى سقف العالم، يسمى في سقف العالم. التسلق في ايفرست من مارس الى مايو، كثير ناس انتقدوني ليش رايحه هناك في رمضان عشان ما تصوم، لكن هو هذا موسم التسلق، يعني بعد هذه الفتره صعب ما يتسلق الجبل. تكلفه التسلق جبل ايفرست من اغلى جبال العالم، طبعا ما في جبل يتسلقه ببلاش، لازم تدفع تصريحها للدوله، حتى كليمنجارو تدفع تصريح لان هذه مناطق محميه يسميوها، فاحنا ندفع تصريح عشان ندخل ونتسلق والدوله تستفيد ترى من هذه الجسمه. فاحنا نشكر ربنا ان بلادنا ما فيها مثل هذه الامور، احنا كل الناس السواح ونحن نطلع الجبال ونروح الوديان كله ببلاش، حتى يستغرب يقول انتم ما تاخذوا تصاريح، ما ندفع فلوس عشان اطلع جبل شمس ولا عشان اروح وادي شاب ولا عشان لا، يقول هذه نعمه كبيره لانه هم ما يروحوا هذه الاماكن الا لازم يدفعونها تصاريح. فاحنا الحمد لله فعلا ما عندنا هذه فكره التصاريح لدخول مثل هذه الاماكن الطبيعيه. فتكلفة ايفرست من 30 إلى 60 ألف ريال عماني تدفع حال الشركات من غير المصاريف اللي تصرفها على ملابسك وعلى تدريباتك وكذا. هذا حال الشركة. أيوه، ما تأمين، التأمين أنت تسويه على نفسك بلدك، تدفع حال شركة التأمين، هذا شيء ثاني. تسلق يستمر من 50 إلى 60 يوم، أنا عشت في الجبل شهرين كاملات، عايشين في خيمة في البرد القارس. نلبس ملابس ثقيلة، ننام في سليبينج باك، ناكل نشرب ماء مذوب من القليل، يروح يكسروا لنا قليل ويغليوه بعدين نشربه، ناكل أكل من أكياس، أكل يابس يعني مقفف، نصب عليه ماء صاخن وناكله من الكيسة. طبعا ما تقدر تكلم أهلك كل وقت، إنترنت غالي جدا محدود، بس يعني في هواتف اللي هي الثريا أو مع الاتصالات اللاسلكية. يعني اذا كل فتره اتصل باهلي اطمنهم انا بخير الحمد لله كل شيء تمام. فانت تعيش وضع صعب من غير السنتين الصعبات اللي مروا بعد عدنا اخر شهرين. في هناك رجال اللي يبكوا، يعني بنات هذا حال البنات عندهم على فكره النساء عندهم قدره تحمل عاليه جدا، يعني في البدايه يستهينوا ان البنت احيانا تكون تظهر لانها ضعيفه، لانها هاديه، لانها بسيطه، لانها كذا، فما يتوقعوا انها تقدر تنجز هذا الشيء. والولد طبعا ما شاء الله يعني هو احيانا الشكل الجسدي، العضلات، كل هذه الامور، لكن احنا فريقنا كان في اربع بنات عربيات، الحمد لله احنا كنا وصلنا للقمه. من الشباب في اربعه ما قدروا يوصلوا للقمه، مرضوا مع انهم متسلقين يعني ورايحين اماكن مختلفه في العالم. فما تستهينوا ابدا بقدره الاناث. الايفرست في اربع مخيمات، نعيش في المخيم الرئيسي وبعدين نطلع مخيمات عاليه لحد ما نوصل للقمه. هذه هي المخيمات، المخيم الاول اللي نعيش فيه على ارتفاع 5300، نطلع بعدين المخيم الثاني وبعدين المخيم الثالث الرابع. الرابع يقع على خط الموت. ليش يسميه خط الموت؟ المخيم الاخير اسمه خط، يعني موقع في خط الموت. ليش هني على ما عجبني الحجر عشان الاكسجين، لانه ما في اكسجين، يعني هناك الضغط ينخفض جسمك. نحن يعني الله الحمد لله خلقنا ان نحن نقدر نعيش على مستوى سطح البحر او على ارتفاعات بسيطه، لكن اما اني انا اروح اعيش على ارتفاع 8000 هذا غير مناسب للجسم للانسان نهائيا. فاحنا دائما طبعا لازم نلبس الاكسجين، نحمل قاروره اكسجين ثقيله بعد هذه ونتنفس حتى واحنا ننام. يعني انا نايمه هناك وانا امشي ولا اسوي اي شيء لازم البس الاكسجين، اذا نقص الاكسجين ايش يصير؟ ما يوصل الدماغ، ايش تصير؟ تبدا هنا تصير ايوه اصابات في الدماغ ويتعرض الانسان حال امراض الارتفاع.
هذا تكلمنا عنه. هذه البنات زميلاتي ما باينة طبعا اشكالنا، لابسين الملابس الثقيلة والاقنعة، واحدة من السعودية وانا، واثنين بنات من لبنان. اللي في النص جالس هذا كندي لبناني، وهذا كان يعمل فيلم وثائقي عن رحلتنا احنا الاربع لتسلق ايفرست، وبيصدر فيلم قريب ان شاء الله اسمه دريم اوف ايفرست. واحنا اجتمعنا حقيقة بالصدفة، انا تعرفت على المصور في الانستغرام بالصدفة ودخلت معهم في هذا الفيلم. وهذا الفريق كل اللي احنا طلعوا معنا الجبل، في اللي هم يسميوهم الشربة اللي هم السكان المحليين اللي هناك، والمساعدين والشركة، فكان كل هذا الفريق متجمع قبل بعد بدينا عدنا بدي نطلع القمة. المخاطر في صعود ايفرست كثيرة جدا، اهمها الارتفاعات، لان مثل ما قلنا جسم الانسان ما مهيئ انه يعيش في هذه الاماكن. الارتفاع اول شيء يسوي لك صداع على طول، اول ما توصل مكان صداع، كيف نكسر هذا بالماء؟ لازم تشرب ماء، اقل شيء تشرب اليوم 4 لتر حتى لو جالس مكانك، وطعم الماء لانه مذوب من الثلج ما حلو، بس لازم يعني تشربه. ما تقدر تتحكم في حالتك النفسيه، يعني تحس مره مرتاح مبسوط، بعدين تحس لا انا اريد ارجع، بس خلاص انا مليت، لا انا اريد اكمل. فهذا مثل ما قلنا العقل يلعب بالموضوع، يعني فما تتاكد من نفسك، ما تكون واثق من قدرتك. العمى يسميه عمى الشمس هناك، يعني هناك اذا ما لبسنا نظاره فسخت النظاره ممكن يجيك عمى على طول ما تشوف. وفي انه الثلج الابيض ينعكس، الشمس تنعكس على الجليد، فهذا ينعكس على عينك ويسبب احيانا عمى، فلازم دائما نكون لابسين النظارات الشمسيه على طول. في هلوسه، مثل ما قلنا الاكسجين ما يوصل حلمه، الناس هناك تبدي تهلوس، يعني ما تعرف ما يركز، ما يعرف ايش اللي يعمل. القرارات احيانا الخاطئه، احنا شفنا ناس ميتين قدامنا، احنا كنا نقحم من فوق الجثث. هذيل الناس بعضهم كنا نشوفهم تعبانين يقولوا لهم نزلوا، ما يطيعوا ينزلوا. ان الانسان لازم يتخذ قرار مناسب، لازم انت تعرف متى تكمل ومتى ترجع. فبعضهم يقولوا لا نقدر، بعضهم يوصلوا القمه وفي الطريق من القمه نشوف جثثهم ميتين. وطبعا لازم نتبع التعليمات، النظافه مهمه جدا هناك، لازم الاكل ناكل، حتى الاكل عجبنا ما عجبنا لازم ناكله، لازم نشرب باستمرار. الشربة هذه أنا والشربة اللي معي، شوفوا فرق ما بين الوزن اللي أنا شايلتنه واللي هو شايلنه، يعني شال يعني ولا شيء، شال 6 كيلو على ظهري، لكن هو يمكن شال 30 أو 35 كيلو، وهذول يطلعوا من فوق الجبل وينزلوا، فهم اسمهم قبائل الشربة، فهذول هم الأبطال الحقيقيين هناك الجبل، وبدونهم ما نقدر إحنا يعني اللي جايين من برا النيبال ما نقدر نعمل اللي هم فعلا يعملوه. نعم لا يعقوب، يعني مثلا اذا انا اريد اروح انا اريد شربة معي لازم ادفع زيادة، اذا ما اريد شربة واريد اشيل اغراضي كلها على ظهري فهذا شيء ثاني. ايوه يكون معي على طول، ايوه دليل طريق ويساعد بحمل الاغراض. في ناس يسالوني دائما لما كنا نتكلم في فرق ما تعلمت هذا الشيء بصعوبة، الفرق ما بين النجاح وما بين الفوز، ايش يعني اني انا افوز وايش يعني اني انا انجح؟ يعني مثلا لما عرض استاذ عن الجوائز انا كنت افكر اني انا مثلا قلت انا اريد افوز بالجائزة، مثلا انا قررت اني اريد افوز بالجائزة، لكن النجاح يختلف، النجاح انك تنجح في المشروع اللي انت تريد تحققه. الفوز اني انا افوز على واحد جالس يجري قبلي في السباق، لكن النجاح اني انا انجح اني قلت انا بركض 100 كيلو، يعني انا ركضت 100 كيلو اذا انا نجحت حتى لو ما فزت على حد، حتى لو كنت اخر واحده في السباق، المهم ان هدفي تحقق ونجحت في الشيء اللي انا اريد اعمله. فدائما خلونا نركز في الفرق ما بين الفوز والنجاح، وتذكروا ان النجاح خالد، الفوز مغري، دائما الفوز مغري، اريد اطلع الاول، اريد افوز بالجائزه، يغريني هذا الشيء، لكن ما ننسى ان النجاح خالد يبقى في سيرتك وما حد ينسى لك اياه ابدا، ما
ما مهم على من فزت، ما مهم اكون انا اول عمانية ولا ثاني عمانية، المهم ان انا هدفي حققته ونجحت فيه. هذه الصورة اللي كانت على قمة جبل إيفرست سقف العالم هي اللي حركتني من اول يوم قبل سنتين في 2017 وخلتني اكمل في كل الاحوال وفي كل الظروف، والحمد لله دائما حين اتذكر الصوره واقول يعني الحمد لله اني ما استسلمت، الحمد لله اني كملت ورفعت على بلادي وحققت هذا الشيء. على فكره حلم إيفرست كان سر، انا اشتغلت سنتين ما حد يعرف ليش انا اجري، ما حد يعرف ليش انا اطلع جبال، فكروني بس كذا فجاه حبيت هذه الامور، لكن انا كان عندي هدف بعيد. ليش احتفظت فيه لنفسي؟ كان المرحوم خالد هو اللي يعرف، احتفظت فيه لان احيانا الناس تقتل الاحلام، والاحباطات السلبيه تخليك تتراجع، تخليك توقف. فانا ما خبرت حد نهائيا، حلمي كان وحده يغذيني، كان يخلي شعله الرغبه في الوصول متقده، ما ماتت نهائيا. فهذا الشيء يعني ساعدني كثير، وكنت مؤمنه اني انا اقول خلي الناس يشوفوا انجازي بعد ما اخلص وارجع بالسلامه وهذا الموضوع ينتهي، ولا انهم بس يقولوا لي. وايد ناس بعد ما عرفوا انا رايحه شوي انتشر الخبر، فالجرايد يتصلوا لي وانا هناك، قلت لهم ما اسمح لاي شخص انه يكتب لا في جريده ولا في خبر ولا موقع ولا اي شيء. في جريده اجنبيه في عمان نزلت وللاسف اخذوا صوره من حساب المصور واخذوا كلام، واتصلت نازعتهم من هناك وما كفاني، اعطيت رقمهم اخوي قلت له زيدهم ونازعهم بعد. ونعم الاحلام حتى لو بتحلم حلم كبير الاحلام تتحقق اذا اشتغلنا عليها صح، بتتحقق ان شاء الله. ودائما اذا ما نذكر فضل الناس اللي وقفوا علينا يعني لازم نعطيهم حقهم. مرحوم خالد السيابي، اللي ما يعرف المرحوم خالد، خالد اول عماني تسلق إيفرست. خالد كان مهندس، كان يحضر الدكتوراه في بريطانيا، عضو في رؤية عمان 2040، وكثير يعني إذا تحدثنا عن المرحوم خالد السيابي كان أيضا مدير عام في وزارة التربية والتعليم. للأسف خالد اشتغل معي سنتين وأنا في الجبل يعني قبل أن أوصل القمة توفى بسبب جلطة يعني في الدماغ الله يرحمه، وللأسف لم يرى الإنجاز اللي هو يعني تعب فيه معي. فكان أبسط شيء اني انا اقدم له اياه اني انا ارفع هذه الورقه باسمه على قمه إيفرست، وهو كان اول انسان عماني يصل وانا ثاني بنت عمانيه تصل. وصلت في نفس اليوم اللي هو وصل فيه قبل 9 سنوات 23 مايو 2019 وهو واصل في 2010، والحمد لله اني قدرت احقق. كان دائما يقول خليني اكون فخور واشوف بنت عمانيه توصل لقمه إيفرست وتوصل لاعلى من ذلك. الحمد لله تحقق الحلم هو لم يراه، لكن ان شاء الله نحن نرى في هذه الاحلام فيكم انتم، وان شاء الله اتمنى ان كل واحد فيكم يكون عنده إيفرست خاص فيه، موضوع ما يتعلق بالجبال، ما لازم كلكم اليوم تصيروا تطلعوا جبل ولا تسووا رياضه، لكن لازم كل واحد يكون عندكم إيفرست الحلم الكبير اللي تسعوا انكم تحققوا. فلا تكونوا بخيلين على نفسكم انه يكون عندك حلم، ولا تكون متردد. اليوم اذا جاتك اي فكره من الشيء اللي بتسمعه اليوم على طول روح اقرا وابحث واعطي نفسك حقها في انك تنجح، لانك اذا اليوم ترددت بكره بتتردد في المدرسه وفي الجامعه بتتردد وبحياتك العائليه بتتردد ومع اولادك لكن اذا اليوم نجحت بتنجح في المدرسة، بتنجح في الجامعة، بتنجح مع أولادك، بتنجح في عملك، وبيستمر نجاحك إن شاء الله. وهذه دائما كنت أحب أكتب في الطريق إن شاء الله يا رب الحمد لله، والحمد لله إني اليوم بيكم أحكي هذه القصة، وشكرا مكرم حاتم صاحبي.
احنا اليوم في الرستاق للتشجيع على المشاركة في مبادرات الرؤية للشباب. حقيقة ان الفرصة تأتيك الى مكانك فهذا شيء كبير يقدر لاصحاب هذه الجائزة. يجب ان الكل يتشجع ويبادر للمشاركة فيها. فرصة جدا قيمة لابنائنا الشباب، فيها مجالات كثيرة، يمكن كل واحد يغذي موهبته ويجد لها متنفس وفرصة كبيرة. 7 مجالات تقريبا اليوم تكلموا عنهم. بادروا وقربوا، ولو أنكم تشوفوا نفسكم، وحتى لو كان في فشل أو ما نجحنا من المرة الأولى، في مرات قادمة وإن شاء الله المبادرة بتمر بمحافظات مختلفة أيضا. الكل يستعد وينتظر مثل هذا التجمع عشان يسأل وتكون في إجابات لاستفساراته. اليوم أنا جيت هنا عشان أعرض تجربتي ورحلتي إلى قمة جبل إيفرست اللي تحققت في 23 مايو 2019. إن شاء الله تكون ملهمة ولو بالشيء البسيط لأبنائنا الطلبة وللشباب اللي كانوا موجودين اليوم. دائما الرحلات النجاح تبدأ بصعوبات وفيها تحديات كبيرة، لكن الأهم أن نكون أقوياء كعادة العمانيين في كل الأماكن إن شاء الله، صامدين فوق أي تحدي ونوصل للمستوى المطلوب منا اللي يشرف هذا البلد، وإن شاء الله يعني نحقق الرؤية صاحب الجلالة في بناته وأبناء العمان.